السبيل الوحيد للوصول بدولتنا إلى مرحلة الإنتاج النوعي كليفة للامتياز. يقول صاحب السمو ولي عهد أبو ظبي الجائزة طوال 15 عاما مضت تسعى لاستيعاب الجائزة تحرص كثير من الشركات والمؤسسات في إمارة أبو ظبي وعلى مستوى دولة الإمارات على التسجيل في جائزة التميز في أبو ظبي، كونها تحوي على معايير عالية جدا لتنظيم الشركات وإدارتها والمحافظة على المؤسساتية في الشركات وحتى في الدوائر المحلية والحكومية. ومن إنجازات الجائزة أن في كل سنة يزيد المنتسبين لها واللي يسجلون فيها. السنة على سبيل المثال سجلوا في الجائزة حوالي 2000 شركة ومؤسسة. فوق هذا أن كثير من المقيمين عندنا في الجائزة من المواطنين أكثر من 70% السنة هذه. شو تعني جائزة تعني الإنجازات؟ تعني الكثير طبعا، لأنها أول حاجة هي الجائزة الوحيدة على مستوى دولة الإمارات اللي تحمل اسم سيدي رئيس الدولة، وهذا شيء تشريف يعني كبير لأي مؤسسة. ثاني شيء فوق هذا أنه الجائزة معايير الجائزة معايير عالمية، فأي شركة أو مؤسسة تحصل على هذه الجائزة تقدر أنها تنافس في أي جائزة أخرى على في المنطقة، يعني إن كان على مستوى دولة الإمارات أو مجلس التعاون وحتى العالمية.